السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله غنقدم لكم واحد الموضوع ديال واحد طريقة جديدة لتحديد الجنس الأرنب، يعني واش ذكر او انثى، يعني في جميع الاعمار. وهذه الطريقة ها المبتدئين، يعني بلا ما نصعب عليكم الامور، هذه طريقة يعني سهلة للمبتدئين. إذن هذا الموضوع، كاين هناك من يريد معرفة جنس الأرنب من خلال الشكل فقط، يعني كاع كان مربي يكون عار جديد كيتمنى أن تكون هذه الطريقة يعني بلا ما يقلب. وفي الحقيقة أن جمجمة الذكر البالغ تكون أثقل وأكبر حجم من جمجمة الأنثى البالغة. لكن ماذا عن الأرنب الصغير؟ يعني واحد الأرنب عاد صغير باقي ما بلغش، كيفاش غادي نعرفوا انه ذكر ام انثى؟ إذن اليكم الطريقه، هي بعض الطرق الصحيحه في الحقيقه والحرفيه لفحص الارنب لمعرفه الذكر من الانثى. إذن اولا يجب ارتداء قفازات، يعني داك اللي كتكون ديال البلاستيك. يعني علاش هاد القفازات؟ ماشي راني كنبان عليكم لا خاص يكون شي حاجه ما عرفتش كي دايره. حنا كنهضروا مع يعني المربي البسيط اللي ممكن انه يتعلم ويستافد، يعني ماشي بطريقه يعني حرفانه وخصك دير ليغات. لا، ليغات كيسواو الثمن ديالهم رخيص، راه كيديروا درهم ونص، كيستعملوهم الممرضين. واحد ليغات كيتلبسوا لاصقين على اللحم، كيديروا درهم ونص. ولكن علاش غادي نديروا هاد ليغات هادو؟ باش نحافظوا على نظافه الايدي، علاش؟ لتجنب نقل الامراض من ارنب الى اخر. هو الانسان ما غاديش يتعدى، لان هذيك الامراض داك الشيء كيتعدى من ارنب لارنب. يعني واخا يكون فيه شي مرض ما تخافوش انه غادي يعديكم نتوما، ولكن حنايا كنهضروا على من ارنب لارنب. الا كان واحد مريض غادي الا قلبتي واحد وقلبتي الاخر غادي تلاحظوا ان الله يحفظ ان الارنب الاول اعداء الارنب الثاني، لان بقى ديك البراز كاين في يعني في الايدي ديالكم. اللهم ديروا واحد القفازات وقلبوا الاول، وديك القفازات ممكن انكم غير تغسلوها بطريقه سهله وتقلبوا الثاني. هذا من جهه. كاين النقطه الثانيه، وهو الارنب منين تشدوه تبغيو تقلبوه، ماشي تشدوه بالزز ومعصب، لا، خصو يجب تهدئه الارنب وملاطفته، يعني نملسوا عليه ولا هادي، عاد باش نبداو نقلبوا. علاش؟ باش يتمكن المربي من فحص المنطقه التناسليه دون ان يتشنج الارنب، يعني ما يكونش معصب، ما يكونش هناك تشنجات على مستوى المنطقه التناسليه اللي كتوجد بين الارجل الخلفيه. علاش غادي يقلب هذا المربي؟ الحقيقه الا كان الارنب البالغ صافي غادي يقلب مباشره على الخصيتين، حيث تكون الخصيتين كل واحده في جنب، يعني كتكون ماشي كيكونوا مجموعين في جهه واحده، كيكون الرجل الاولى كاين الخصيه الاولى، والرجل الثانيه يعني الفخذ الثاني كيكون معاه الخصيه الثانيه. وهذوك الخصيات راه ملي كيكون صغير كيكونوا مخبيين تحت الجلد، ماشي كيكونوا باينين، كيكونوا في الاول غير بحال الحيمات، كيكونوش مدورين، كيكونوا غير الحيمات، وكيكون اللون ديالهم ارجواني، يعني بحال الفانيدي. وهذه الطريقه هذه كتكون في يعني في العمر ديال الارانب في الاسبوع العاشر. منين يكون الاسبوع العاشر ممكن انكم ديروا هذه الطريقه، انكم تقلبوا على الخصيتين. يعني هذا الشيء للمبتدئين، وراه كتكون غير صغيره، هذيك الخصيتين كيكونوا غير صغيورين، وما يمكنش للمربي انه يكتشفهم قبل هذا العمر. الا كانوا قل من العمر العاشر ما كيكونوش باينين كاع، يعني خص ضروري اننا نقلبوا الجهاز التناسلي. وغادي نوريكم كذلك الجهاز التناسلي كيفاش تقلبوه، يعني بواحد الطريقه يعني حرفانه. كما ان هاد الارانب ملي كتجيو تقلبوهم كيتعصبوا وكيحدث تشنج للخصيتين وما كيبانوش. اما المنطقه بالضبط التي يجب فحصها
يعني قبل بلوغ الأرنب يعني قبل ما يبلغ، وهي فتحت الشرج. فتحت الشرج المنطقة ديالها اللي باغي يعرف المنطقة ديالها كتكون قريبة للديل، كتكون قريبة للديل في الوسط. والطريقة هي كالتالي، يعني هذه هي الطريقة الناس اللي رانا كيقلبوا عليها في الفيديو. أنا حاولت نشرح شي أشياء الواحد يزيدهم في المخ، ولكن طريقة وهي كالتالي. بلا من 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 شيء نقول لكم ها هو الأرنب الأول، شوفوا كيفاش داير الأرنب الثاني كيفاش داير. ممكن أن داك الشيء يعني ما تفهموش مزيان، ولكن تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير. طريقة وهي كالتالي. أول حاجة خص المربي يدير هاد الطرق اللي درنا، وخصو يمشي لفتحة الشرج ويضغط على الجانبين. يعني من شوفوا الفتحة ماشي تضغطوا على جهة واحدة، وإنما ممكن أنكم تخدموا الأصبع ديالكم بجوج، يعني هكا، يعني ماشي تكيو هكا وإنما تكيو هكا. أو الناس اللي حريفية ممكن أنهم يشدوا يعني الأرنب ويقلبوه هكا بهالطريقة بجوج أصبع هكا ويتكيو بهالطريقة. ولكن حيث الأرنب كيبقى يتركل ممكن أنكم تشدوه من 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 اللور ديالو من جهة الأذنين وتقلبوه هكا وتشدوا وتكيو بهالطريقة هكا. يعني هاي الفتحة هكا وتكيو عليها بحال هكا، تكيو هكا. ملي غادي تكيو على الفتحة الشرج، حنا يعني باسم علمي كيقولها فتحة الشرج. كاين اللي غادي يقول لك الرحم ديال 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 الأنثى او الأنثى او الذكر، المهم هذه سميتها فتحة الشرج. كما قلت لكم غادي تضغطوا على الجانبين ماشي على جانب واحد اولا، وتكون هذاك الضغط يكون في الاول بلطف، يعني غير حاولوا انكم تخرجوا هذيك الفتحه هذيك المنطقه. سمو غادي تحصلوا في الاول على حرف اي. راكم عارفين اي ماجيسكيل كيفاش كتكون، يعني كيكون خط بحال هكا، خط هكا ماشي دواره، كتلقاو خط وهي في الحقيقه راها اي. منين تشوفوا هذيك اي برزات لكم عاودوا تكيو اكثر، يعني باش مازال داك الفتحه تخرج اكثر. منين تخرج اكثر غادي الا كانت انثى غادي يبان في الاول اي، وتكيو مزيان عاوتاني اكثر، لكن ماشي شي تكيه بالجهد باش ما تضروش. المهم التكيه الاولى هادشي كيعتمد على جوج تكيات، جوج نوع من الضغط. الضغط الاول يعني هكا انتم ضغطتوا بانت الفتحه غادي تبان على شكل اي. منين تبان على شكل اي زيدوا ضغطوا الضغطه الثانيه، تسمو غتلقاو واحد الشكل بيضاوي الشكل، يعني داك الشفاه ديال الشرج كيخرجوا، يعني بحال اللي كيبرزوا اكثر. هذاك الشكل عرفوا راه انثى. اما الا بغيتوا تعرفوا واش ذكر تسمو غادي يبان لكم في الاول ملي غادي تكيو هكا غادي يخرج لكم واحد الشكل دائري ماشي حرف اي بالنسبه للانثى. اما الذكر غادي يخرج شكل دائري هكا. منين يخرج لكم شكل دائري عاودوا تكيعوا ثاني. منين تضغطوا عاوتاني الضغطه الثانيه سمو غادي يبان لكم القضيب بارز بواحد الشكل واضح، يعني عقلوا. منين تكون انثى سمو غادي ديروا غادي الضغط الاول هي لا بالنسبه للذكر لا بالنسبه للانثى، كاين جوج ديال 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 الضغط، عمليه ديال الضغط. إذا كان ذكر غادي تضغطوا المره الاولى بان لكم حرف اي، ضغطوا عاوتاني غادي يبان لكم الشفاه خرجوا بواحد الطريقه بيضاويه، يعني بنفسجيه هكا وخارجه. المهم غادي ما غاديش يكون يعني القضيب بارز. هذه بالنسبه للانثى يكون حرف اي هكا، الضغطه الثانيه غادي يخرجوا ديك الشفاه ديال الشرج. اما بالنسبه للذكر سمو كيوقع كيخرج في الاول ملي كتضغطوا الضغطه الاولى، ها انتم ضغطتوا على فتحه الشرج سمو غادي يخرج لكم حرف او صفر هكا. ملي غادي تضغطوا عليه عاوتاني سمو غادي يخرج القضيب غادي يخرج بحال هكا بواحد الطريقه باينه هكا. ملي يخرج القضيب هكا عرفوا صافي راه هذاك ذكر. اما بالنسبه هادشي بالنسبه الارنب باقي ما بالغش، ولكن بالنسبه للارنب البالغ مباشرة سيروا قلبوا على الخصيتين،
بلا ما تقلبوا فتحه الشراج، لان كيكون هو صحيح وانتم عاد بادين يعني مبتدئين، ممكن انكم يقيسكم ما عندكمش الطريقه كيفاش تشدوه مباشره، غير هزوه للسماء وطلوا واش عنده الخصيتين بارزتين وصافي. ملي يكونوا عنده الخصيتين راه ذكر، ما عندوش الخصيتين وبالغ يعني يعني ارنب كبير، ممكن انكم تعرفوا راه هذيك انثى. اما بالنسبه اذا كان باقي ما بالغش، راني حكيتكم الطريقه وهي مزدوجه، يعني خاصكم الضغط يكون على مستويين، جوج مستويات. المستوى الاول بالنسبه للذكر، بالنسبه للانثى، تبعوا معي. بالنسبه للانثى في الاول كيخرج حرف اي، من بعد الضغطه الثانيه كيخرجوا شكل بيضاوي منا ومنا، يعني الفتحه ديال هذيك الانثى زادت مازال برزات. اما بالنسبه للذكر سمو كيخرج في الاول حرف او صفر، المهم دواره شكل دائره. ملي كتكيو يعني تضغطوا اكثر كيبرز القضيب بشكل واضح وكتعرفوه بانه راه ذكر. اذا هذه الحلقه راه في حق راه حصريه، ما كاينش شي واحد في الفيديوهات، كلشي كيشدوا الانانيب وكيوريهم للناس، ما كيبانش هذاك الشيء مزيان. يعني الا بغيتوا الطريقه علميه يعني تفهموا داك الشيء، هي اي او اي بالنسبه للانثى او بالنسبه للذكر. اي الضغطه الثانيه غادي يخرجوا المبيضين، يعني غادي تخرج بواحد الطريقه يعني باينه، واحد بحال نقولوا شكل بيضاوي من على كلتا الجهتين. بالنسبه للذكر راه كيخرج في الضغطه الاولى كيخرج شكل او على شكل دائري، الضغطه الثانيه كيخرج القضيب بشكل واضح. اذا هذه راه الطريقه بسيطه للمربي المبتدئ. خلينا من هاد الفيديوهات كاملين اللي كاينين في اليوتيوب، راني درت عليهم كاملين، ما كاينش شي واحد كيشرح يعني بواحد الطريقه علميه، كلشي كيشرح كيهزوا الانانيب، ها انتم شوفوا الناس، هذا راه ذكر هذا راه انثى. ولكن بالنسبه هذا الشيء بالنسبه للكبار يعني البالغين، تا هنايا راه ممكن انني نشدكم هذا الذكر راه باين انه ذكر، وبالنسبه للانثى راه باينه انثى. ولكن بالنسبه للصغار راه اغلبيه ديال المربين ما كيفهموش كيفاش يتعاملوا. انا وريتها يعني كنظن انني تمكنت، يعني حاولت انني نستف لكم الافكار جيدا باش تعرفوا يتفرقوا ما بين الذكر والانثى. اذا كنتمنى ان الحلقه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم. القناه راه غاديه بالدعم ديالكم، لاحظوا ان لي كومونتير راهم كيتزادوا الحمد لله يومي بشكل يومي. يعني انا كنحاول انني نخصص وقت باش 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 نجاوب على لي كومونتير. كانت خصكم شي حاجه شي مشكل، انا راه الاشاره يعني كنحاول انني نجاوب يوميا. المشاركين راه العدد المشاركين كيتزادوا الحمد لله، القناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش اعجاب باش تساندوني ونزيد القدام، ونبقى ديما ان شاء الله نعطيكم يعني فيديوهات بشكل يومي ان شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.